إلا طائفة نافرة تجمع ما بين وظائفها وما بين واجب أداء هذه الرسالة. نحضر اليوم هذا الحفل البهيج، الحفل القرآني الذي يعنى بطلبة القرآن الكريم نزلاء هذه المؤسسة السجنية، ونحن بهذه الالتفاتة وبهذا العمل الدائم والمستمر الذي نتوجه به إلى هذه الفئة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، نحن ننفذ أمر مولانا أمير المؤمنين الذي يقضي بإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، فنحن نحقق هذه السياسة الرشيدة لمولانا أعزه الله، فضلا عن كوننا كذلك نعمل بمقتضى مذكرات الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى التي تقضي بالانفتاح على جميع المؤسسات وعلى نشر معاني وقيم الخير لدى جميع فئات هذا المجتمع. فلذلك نحن نعنى برسالة القرآن حيثما كانت وأينما كانت، عناية من هذه الفئة وبعثا للأمل في قلوبها. وهذا اللقاء وهذا الاحتفال في هذا اليوم يأتي في هذا الإطار، وهو احتفاء بالسجناء الذين يعني ختموا، واحد المجموعة من السجناء اللي ختموا حفظ القرآن الكريم، هما 5 سجناء بهذه المؤسسة. وبطبيعة الحال بهذه المناسبة نشيد بالشراكة والتعاون القائم بين المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس العلمي المحلي، وبهذه المناسبة نشكر يعني الأساتذة والذين يعني ساهروا على تحفيظ هذه الثلة من السجناء للقرآن الكريم، ونشيد بهذه المناسبة كذلك بالمجهودات التي تقوم بها مندوبية الأوقاف والمجلس العلمي في مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد وبالوعظ وبالمحاضرات الفكرية في مجال الديني. تخرجنا من كملنا كتاب الله، ودابا كنحسوا بواحد الراحة والطمأنينة، وخا الأزمة وخا السجن بكلام الله كتهون، بكلام الله كتهون وبالطاعة ديال الذكر ديال الله، وكنطبقوا كنحاولوا نطبقوا القرآن في المؤسسة، كنكونوا قدوة للنزلاء الآخرين. ما نمشي نحفظ القرآن وندير شي حاجة اللي كيشوفني واحد الإنسان حامل كتاب الله كيقول شو هذا حامل كتاب الله وما كيديرش به، كنحاولوا نطبقوا ما استطعنا. قالوا لي راه كاين الشيخ في المسجد، التحقت به وقال لي يمكن لك تبدا عليا القراية وأنا غادي نعاونك في التجويد. هذيك الساعة من النهار اللي عرضت لنا هنا الأول ورى لي القواعد ديال التجويد فرحت بزاف، وجاتني واحد الفرحة بلي أنني كنقرا شي حاجة عادي، يمكن حس براسي في السجن داخل المستشفى. ومن ساليت القرآن حسيت بالله عطاني واحد النعمة كبيرة، ما كان قلب ديالي مفتوح، واحد البشرة في وجهي ابتسم ضاحك الحمد لله. كل ما يهذب الروح ويعيد إليها سكينتها وهدوءها هذا كان من اهتمام المغاربة. لكن المغربي تيضيق به الحال تيمشي عيط على 3 ديال الطلبة يجيبهم للدار، قراوا ديك البركة ديال القرآن، يديروا ديك البركة ديال الأمداح، ياكلوا ديك البركة اللي قسم الله، يرفعوا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فينشرح صدره وصدر أهله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.